الاسم عبيد محمد علي سرور النقبي، أعمل في جمعية الشارقة التعاونية، مدير فروع المنطقة الشرقية. كما أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على إتاحته الفرصة لنا بالمشاركة في هذا البرلمان. فمن منطلق توجيهات سيدي صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ارتأيت بنفسي أن أترشح لهذا البرلمان عن مدينة دبا الحصن الفاضلة، وإن شاء الله في خبراتي العملية التي قضيتها في العمل سأثري فيها البرلمان بإذن الله، وسأكون إن شاء الله صوت لأهلي وأهل منطقتي وأخواني وجميع من في دبا الحصن لأمثلهم في البرلمان.